بقى جيري من معلومات عم تنتظركم ضمن كمشة معلومات. رصاصة القلب هي مسرحية من تأليف توفيق الحكيم، أديب عراق ورفض بالوراق وابن النديم. تعد استراليا الموطن الأصلي للكنغر. برج خليفة هو أطول برج في العالم. مبتكر شخصيتي توم وجيري الشهيرتين هو ويليام هانا. تم إنتاج مسلسل عودة الغبار عام 1998. أول دولة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي هي عمان. أول دولة اعتمدت التوقيت الصيفي هي ألمانيا. أصغر الدول العربية من حيث المساحة هي البحرين. صاحب رواية قدير أم هاشم هو يحيى حقي. مخترع التلسكوب هو هانز ليبرشاي. مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل نهاية رجل شجاع هو طارق الناصر. أول من عرف كرة القدم الحديثة هو الإنجليز. مؤلف رواية الفيل الأزرق هو أحمد مراد. يسمى صوت الأبل روغا. أصل قهوة الموكا يعود إلى اليمن. يصادف اليوم العالمي للإذاعة يوم 13 شباط. ينتج الكوليسترول في الكبد. تسمى الجزائر بلد الكرز والتبن. عميد الأدب العربي هو طه حسين. ثرثرة فوق النيل هي رواية من تأليف نجيب محفوظ. صاحبة رواية كوابيس بيروت هي غادة السمان. وكالة الأنباء الفلسطينية هي وكالة وقف. أقدم متحف بالعالم هو متحف الإسكندرية. عدد أقمار المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هو 16 قمر. مقدم برنامج الاتجاه المعاكس هو فيصل القاسم. يطلى زجاج المرآة بالقصدير. أقدم العلوم في تاريخ البشرية هو علم الفلك. أول من اخترع خيوط الجراحة هو أبو بكر الرازي. لهون تنتهي كبشة المعلومات لليوم. على أمل ألاقيكم بكبشة معلومات جديدة قريبا. ضلوا بخير ويومكم.